وقلنا إنه سؤال غبي لأنه نسي خلقه. يعني تلاحظ أن الآية قبل أن ترد، قبل أن تورد قول المعترض الكافر من يحيي العظام وهي رميم، ردت عليه وضرب لنا مثلا في جملة اعتراضية، احنا بنسميها جملة اعتراضية، وأصل الكلام من غير اعتراض في غير القرآن، وضرب لنا مثلا قال من يحيي العظام وهي رميم، وضرب لنا مثلا قال من يحيي العظام، لكن وضرب لنا مثلا، بعد كده تيجي جملة اعتراضية ونسي خلقه. جملة اعتراضية دي معناها أنها جملة تأتي معترضة للكلام لغرض بلاغي أيضا، لغرض توضع من أجله، والغرض هنا هو التنبيه على غباء السؤال، أنه مجاب بطبعه، أن الدلالة على ما يسأل عنه هذا الرجل والبرهان عليه كامل فيه، هو فيه، هو في الذي يسأل نفسه، نفسه هو نفسه الدليل على ما يريد أن يسأل عليه. فإن الله سبحانه وتعالى ونسي خلقه، يعني الهاء هنا عائدة على السائل الذي ضرب المثل أبي، ونسي خلقه يعني ونسي كيف خلق، ونسي أنه خلق أول مرة من عدم، فأين كان هو؟ لا، هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا عدما؟ وبالتالي الله سبحانه وتعالى بقدرته أوجده من هذا العدم، ولكنه نسي هذه النقطة وسأل السؤال الذي وصفناه بأنه سؤال غبي. وعرفنا الآن سر تسميته بالسؤال الغبي، أنه سؤال يصدر من إنسان هو نفسه الإجابة، هو نفسه الإجابة. وجودك على هذه الأرض بعد أن لم تكن شيئا هو نفسه هذا الوجود الإجابة عن السؤال من يحيي العظام وهي رميم. وتستمر الآية وتحكي هذا السؤال، وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم. هذا هو السؤال، من يحيي العظام وهي رميم، عندما فرك العظمة وذرها في الهواء. والسؤال هنا ليس أن يحيي هذه الله بعد موتها كما ورد في سورة البقرة، ولا رب أرني كيف تحيي الموتى كما جاء على لسان إبراهيم عليه السلام، وإنما من يحيي العظام، كأنه هو أولا يؤمن بالله، يؤمن الكفار في مكة كانوا يؤمنون بالله ولكنهم كانوا يشركون معه آلهة أخرى، وأيضا يصفونه بصفات النقص، ويعني لا يعطونه سبحانه وتعالى حقه مما يستحق من الصفات. فعندما حكى القرآن عنهم ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، ولما سئلوا عن عبادتهم الأصنام قالوا إنما نعبدهم ليقربون إلى الله زلفى، وكانوا يسمون أبنائهم عبد الله إلى آخره. فهو يؤمن بالله ولكنه يرى أنه لا الله عز وجل، حاشا لله، ولا غيره من القوى تستطيع أن تحيي العظام بعد أن أرمت. ولذلك سأل بمن، من يحيي العظام وهي رميم. من يحيي العظام وهي رميم، هذا السؤال معناه لا أحد يستطيع أن يحيي العظام وهي رميم، لأن الاستفهام هنا أيضا ليس على حقيقته. هذا الأبي لا يسأل حتى يقول له رسول الله صلى الله عليه وسلم الله هو الذي يحيي العظام وهي رميم، لم يكن يقصد أن يسمع هذه الإجابة، إنما هو سؤال أيضا استنكاري، الغرض منه نفي أن يكون هناك أحد قادر على إحياء العظام وهي رميم. قال من يحيي العظام وهي رميم، يعني لا أحد يستطيع أن يحيي العظام وهي رميم. ثم
جاء تعليم القرآن لرسول الله، تعليم الله عز وجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم كيف يرد، فقال له قل، يعني الأمر هنا من الله إلى رسوله، قل يا محمد. وسوف نسمع ما الذي أمر الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم أن يحتج به. يحييها الذي أنشأها أول مرة، تكرار وتأكيد للمعنى الأول. وهنا يحدث القرآن نوعا من القياس، الذي أنشأها أول مرة هو قادر على أن يحييها بعدما تموت، لأن القدرة التي توجد الشيء أول مرة من العدم هي نفسها القدرة التي تستطيع أن تحييه بعد الموت. قل يحييها الذي، لأنه يسأل عن من، فإذا كنت تؤمن أن الذي أنشأها أول مرة هو الله، فمن باب القياس لا بد أن تؤمن أن الذي يخرجها من التراب يوم الدين ويبعثها بعد الموت هو الله. أدى إجابة من. ونلاحظ أن القرآن لم يقل قل يحييها ما، قل يحييها الله، لا، قل يحييها الذي أنشأها أول مرة هو الله، لكن أتى بالفعل المقصود البرهنة به. كما كان يمكن قل يحييها الذي خلق السماوات والأرض، قل يحييها الذي أنزل من السماء ماء، أي فعل من أفعال الله تبارك وتعالى، قل يحييها الذي سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض مثلا، لا، قل يحييها الذي أنشأ أول مرة، لأن الإنشاء أول مرة هو البرهان، هو الدليل، هو المقيس عليه. في حاجة اسمها المقيس عليه، في حاجة اسمها المقيس، والعملية دي كلها اسمها قياس. فأنت بالقياس العقلي لابد أن تقيس الإحياء يوم القيامة على الخلق من العدم، لأن وقوع الاثنين اللي هو الخلق من عدم والإحياء يوم القيامة، وقوع الاثنين تحت قدرة الله عز وجل، لا فرق فيه بينهما. فإذا كانت قدرة الله عز وجل قد أوجدتك أول مرة من العدم، فهي التي سوف توجدك المرة الثانية يوم القيامة. قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم، الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون، أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم، بلى وهو الخلاق العليم، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون.